السلام عليكم السلام <applause> عليكم كنعتذر لكم على التاخر مرحبا بكم في لايف جديد لايف ان شاء الله غيكون خاص بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم ان شاء الله غدا امتحان في ماده اللغه العربيه سواء مسلك الاداب عصريه ولا علوم انسانيه ان شاء الله نحاولوا نشوفوا غير توقعات اللي ربما تقدر يعني تحط يعني التلاميذ شنو الحويجات اللي يقدروا يركزوا عليهم غنحاولوا ان شاء الله راه ما يلتحقوا من الـ الـ الاخوه والاخوات حاولوا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا الماكسيموم مع التلاميذ ديالكم ومع الناس اللي عندهم باك ليبر الناس اللي باغيين يستافدوا ان شاء الله تعالى <applause> ما زال كنت التلاميذ التحقوا بينا حاولوا أنكم ما تأخروش بغيت ما بنا التلاميذ ان شاء الله اللي عنده شي سؤال بالنسبه لماده اللغه العربيه سواء في الشعر ولا النصوص ولا النثر ولا العلوم الإنسانية واش ديما كيتحط نص نظاري أه سي أمين بالنسبة للعلوم الإنسانية ماشي دائما ولكن مؤخرا ولاو كيركزوا على النصوص النظرية يعني بالنسبة للعلوم الإنسانية مؤخرا تقريبا غتكون ما بين واحد عامين ولا 3 سنين أنا كنقول تقدر هاد العام هذا يقدروا أنهم ما يحطوش نص نظاري؟ يعني يقدر هذا العام ما يتحطش نص نظاري؟ أه للمعلومه بالنسبه للعام اللي فات 2018 العلوم الانسانيه بالنسبه للعلوم الانسانيه تحط لهم نص نظري كيعالج نص مسرحي وبالنسبه بالنسبه للاداب عصريه كانت تحط لهم تحطت لهم القصه يعني الا لاحظتوا معايا انهم جوج تحطت لهم نصوص نثريه واخا هذاك نص النظري كيعالج المسرح والاخر اللي هو نص كنقولوا نص... نصوص نثريه يعني كيكون نص عباره عن قصه بالنسبه للاداب عصريه يعني كنقول انا كاحتمال ان اللي ممكن انه يقدر هذا العام هذا يتحط هو اش بالنسبه لكنقول كنقول انا بحكم انني غنعطيكم واحد ليكزومبل مازال كنتسنى التلاميذ انهم يبارطاجيو مع خوتهم ما عرفش علاش المغاربه دائما حنايا كنبغيو الخير غير يعني غير لريوسنا ما كنبغيوش لبعضياتنا ان كلشي يستافد هذه ما عرفت هذه النقطه هذه علاش راه كاينين دي غروب كاينين دي باج اللي وتلاميذ اللي كيسكنوا بعاد وفي شي مناطق اللي بعاد وما كيديروش دروس الدعم والتقويه كيبغيو بحال هكا انهم يستافدوا كيف ما انت باغي تستافد حاول انك انت تبارطاجي مع مع خوك ولا الاخت ديالك ولا هذا الى اخره باش كلشي يستافد قلنا كنا كنا كنتكلموا على شنو التوقعات لانهم او اللي ممكن انهم يقدروا يتحطوا قلنا تحط النثر وبالنسبه للاستدراكيه تحط البعث والاحياء بالنسبه للعلوم الانسانيه علوم الانسانيه تحط لهم البعث والاحياء وال بالنسبه للادبيين كنظن غيكون تحط لهم نص نظر يعني الا لاحظتي معايا الشعر اللي, اللي بعث الاحياء في استدراكية تحط العلوم الانسانيه ويعني ما تحطش اليوم القصه ولا هذا كنظن انا يعني القصه ممكن انها تحط يعني النثر ممكن انه يتحط العلوم الانسانيه تحط لهم القصه القصيره وبالنسبه للاداب العصريه تقدر انها تحط لهم الأدب الاداب العصريه تحط لهم الشعر والشعر اللي ممكن انه يتحط هو تكسير البنيه يعني تكسير البنيه مده طويله ما تحطش بالنسبه لتكسير البنية يعني واحد المده طويله هذا تنقول الاحتمال الاول هو اش ان يقدروا يتحطوا بحال هاد النصوص هادو اللي غنوريكم انا اللي غادي نوريك انا دابا الا تبعتي معايا ممكن يتحط بحال النص هذا 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 امتحان تحط في 2010 بالنسبه ل هنا لاحظتي معايا علوم انسانيه يعني علوم انسانيه ممكن يتحط لهم القصه وبالنسبه للاداب لاداب عصريه يعني واحد مده طويله اداب عصريه او بالنسبه للآداب عصريه ممكن انه يتحط ليهم الشعر ديال تكسير البنيه قلت لك هذا احتمال هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني الى انهم حاولوا انهم يبدلوا يقدروا كيف ما تحط العام اللي فات مزيان كيف ما تحط العام اللي فات بجوج تحطوا لهم نصوص آه يعني نثريه هذا نص نظري اللي هو تحط العلوم الانسانيه والاخرين تحط لهم نص اللي هو تطبيقي ديال النثر يعني التطبيق اللي هو القصه يقدروا هذا العام هذا كيف ما العام اللي فات تحطوا نصوص نظر نصوص عفوا نثريه يقدر هذا العام هذا حتى هو الاحتمال الثاني انهم بجوج يحطوا لهم الشعر سمعنيش كنقول لك بجوج يحطوا لهم الشعر في حاله انهم حطوا لهم الشعر راه غيبقى الاحتمال هو اش بالنسبة للأدب بالنسبة للأدب يتحط لهم تكسير البنية وبالنسبة للعلوم الإنسانية يتحط لهم رومانسية أنا كنقول هادو مجرد احتمالات مجرد احتمالات باش نجاوب على السؤال بما كل شيء إن شاء الله يلتحق بينا حيت مازال يلا دابا طالعين يلا شي 8 الناس 8 الناس يعني عدد قليل مقارنة مع التلاميذ ومع اللي كانوا كيسولوني امشي غدير اللايف امشي غتقول لينا المهم بالنسبة للسي قال كيف نميز بين تكسير البنية وتجديد الرؤية كيفاش نميز بيناتهم جوج تكسير البنية وتجديد الرؤية واخا نعطيك أنا نعطيك أنا حالة وحدة تقدر تميز بيناتهم تخليك أنك تميز بيناتهم ملي كيبان لك الرمز والأسطورة الرمز والأسطورة سارباروس إلى آخره تموز إله الخصب هادو هاد, هاد الكلمات أو هاد الحقول الدلالية ولا هذا كيدلوا أو مثلا كنقولوا داخلة في في شي حاجة سميتها الصور يعني الصور الشعرية الإنزياح وداك الشيء هادو هاد, هاد الرموز هادو اللي قلنا الرمز والأسطورة دائما كيكون خاص بتجربة ديالاش تجربة ديال ديال تجديد الرؤيه ودائما عندهم علاقه مع الفصل الفصل الثالث اللي هو تجربه الموت والحياه ديما عندهم علاقه مع تجربه الموت والحياه الى اخره هذا بالنسبه لاج انا عطيتك بالنسبه لتجديد الرؤيه باش تفرق ما بينه وما بين تكسير البنيه واخا ودائما الصور الشعريه ما غتلقاش ان الصور الشعريه اللي اللي كنا شحال هذه الاستعاره ولا بالنسبه لهذا التشبيه المجاز فهمتيني يعني ما غالبا غالبا ما غتلقاهمش المهم غتلقى كما قلنا لك واخا كنظن انا دا تجديد الرؤيه ما كنظنش انه شي مره فايت انه تحط فهمتيني اما هما ما كاينش اختلاف بيناتهم يعني من الناحيه النظريه لا معايا راه عندهم نفس اش يعني عندهم نفس اش؟ يعني نفس كنقولوا نظام الاسطور، هذا هو نظام الاسطور الشعريه. يعني ما كاينش اختلاف، كاين اختلاف على مستوى الشكل ما كاينش تقريبا شي اختلاف، على مستوى المضمون يعني الداخل ديال القصيده غتلقى كيف ما قلت لك الرمز والاسطوره وهذا، غتلقاهم بشكل كبير غتلقاهم في تجديد الرؤيه، وبالنسبه لتكسير البنيه، فهمتيني كاين غير شي تغيير بسيط بالنسبه للوظائف، يعني الوظائف ديال بالنسبة ال... 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 لوظائف الصور الشعرية إلى آخره، واخا دابا بن... السؤال السؤال من بعد أستاذ الآداب التوقع ديالك الله يحفظك راه جاوبتك كنظن أنا جاوبت، شي سؤال آخر قبل ما نبدا إن شاء الله تعالى، سي سو... شو سؤال آخر إن شاء الله قبل ما نبدا، واخا غنبداو إن شاء الله بالنسبة للشعر. مهم نحاولوا اننا نبداو ان شاء الله بالنسبه للشعر هذه القصيده كيف ما كيبان لك هنايا هي قصيده ديال الشاعره نازك الملائكه رائده ديال التيار اللي هو الشعر الحر الى اخره في جبال الشام او في, ش... في جبال عفوا الشمال الى اخره لاحظ معايا هنايا دائما التلاميذ ما كيردوش البال الاسئله نعطيك واحد مساله التلاميذ اللي كيعتمدوا على المنهجيات الجاهزه ربما تقدر تطيح واحد الخطا واللي هو غنوضحو لك دابا ان شاء الله هنا لاحظ معايا هنا شنو كتلقى هنا غتلقى تاطير النص ضمن سياقه الثقافي والأدبي هنا ملي كتشوف تاطير النص ضمن سياقه الثقافي والأدبي كتعرف اش انك هنا غدير المقدمه والاشكاليه ياك ولكن غتلاحظ معايا هنا ما الفرضيه هنا ما طلبوش مني اش الفرضيه مزيان شوف معايا شوف معايا من اللي غنوريك انا التصحيح يعني انا من غنوريك التصحيح رد معايا البال حيت كاين اللي غيقول لي لا راه خصنا نديروا الفرضيه الفرضيه هي شنو هي هي ملي كتفترض وكتبين لي الانتماء ديال هذا النص يعني مثلا هذا النص هذا ينتمي الى اش نحن بصدد دراسه نص ينتمي الى مثلا اش الى مدرسه تكسير البنيه او مدرسه الشعر الحر الى اخره هذه الفرضيه من بعد ملي كندير واحد التقديم كندير واحد التعريف كنعرف او مثلا كنعرف مثلا بمدرسه ديال تكسيل البنيه يعني مدرسه من المدارس يقدر يكون البات يقدر يكون رومانسيه ما كاينش اختلاف بيناتهم ومن بعد ملي كندير واحد تعريف كان ضمن هذا التعريف كان ضمن هذاك التعريف كان كنبين الخصائص ديال هذا التيار او هذه المدرسه ملي كنساليهم كندير الاشكاليه كنطرح واحد آه يعني كنطرح تساؤلات فهمتيني يعني آه كنطرح مثلا واحد التساؤلات فهمتيني آه آه يعني عنده علاقه مثلا مع المدرسه الى اخره وغادي نجاوب عليه انا في العرض ملي كنسالي انا هاد التقديم هذا هاد التقديم اللي درت هذا وكنطرح تساؤلات خصني ندير الفرضيه ضروري خصني نفترض ان هاد النص هذا الى اين اين تيار كينتمي ليه كما قلت لكم هنا, هنا ما الفرضيه هنا ما طلبوهاش مني ما خصنيش نديرها انا غنشوف التصحيح خصني نشوف دابا التصحيح هو شنو دايرين بالنسبه للتصحيح غتلاحظ معايا هنا في التصحيح انت لاحظ معايا تاطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي عليه جوج نقاط ياك وهنا لاحظتي معايا هنا مقدمه ما اش انت الاشاره الى السياق الثقافي والادبي الذي ظهر فيه اتجاه تكسير البنيه وموقعه داخل حركيه الشعر العربي الحديث ظهور سيارات فكريه وثقافيه الى اخره آه الى تحرير الفكر التاثر احتكاك بالاداب الغربيه ظهور تيارات الى اخره هنايا ما كاينش لاحظ معايا هنايا راه ما الفرضيه يعني الفرضيه ما كايناش ما طلبوش مني الفرضيه راه ما كنديرهاش واخا هنايا بالنسبه للسؤال الثاني هادو اسئله دائما كيكونوا تكتيف المعاني الوارده في النص راه هي الافكار ديال النص هي يعني بحال كنقولوا فهم النص اشنو فهمتي من النص ياك هنا تحديد الحقول الدلاليه المهيمنه في النص قال لك اعطيني الحقول الدلاليه المهيمنه في النص والمعجم المرتبط بها يعني شنو هما الكلمات اللي كيدلوا على الحقول اللي كاينين في النص مع ابراز علاقتها بتجربه الشاعر بعض المرات ما كيقولش كاعطيني العلاقه ما غديرهاش طلب منك الحقول الدلاليه الديره طلب منك حقل مهيمن غادي يت... غادي توضحوا يعني مثلا شنو هي الحقول الحقول الدلاليه اللي كاينه بالنسبه للحقول الدلاليه الى مشينا مثلا بالنسبه للحقول الدلاليه اللي كتكون في تكسير البنيه على الاغلب على الاغلب تكسير البنيه كيكونوا فيها مجموعه ديال الحقول ياك واخا تقدر تلقى فيها حقل الذات باش كنعرف حقل الذات كنعرفوا بضمير المتكلم ياء المتكلم ياك أه تقدر تلقى فيها حقل المعاناه يعني حقل المعاناه الشاعر كيبغي يعبر لينا على المعاناه ديالو ولا المعاناه ديال الشعب ديالو الى اخره مزيان تقدر تلقى حقل الشوق والحنين هاد الشوق والحنين كيكون في الرومانسيه بزاف تقدر تلقى الطبيعه حتى هي وغالبا والاغلب الاغلب اللي كيكون بزاف كتكون واحد الثنائيه سميتها ثنائيه التضاد يعني اش كتلقى الحياه والموت كيكون كيدوي لينا على الحياه شي كلمات كيدلوا على الحياه وكلمات كيدلوا على الموت يعني كاين تضاد فهمتي هذا غالبا حقول كيكونوا انا تنقول لك الحقول اللي دائما كيكونوا فهمتي كيفاش الى اخره بحال دابا مثلا هنا بحال دابا مثلا هنا اللي شفنا مثلا هنا في التصحيح دابا في التصحيح مثلا نشوفوا شنو هما الحقول اللي كاينين عندنا هنا نشوفوا هنا الحقول اللي عندنا هنايا واخا أه سالينا المقدمه مقدمه من هنا حتى لهنا مقدمه سالات دابا هنا العرض هنا مقدمه سالات عفوا هنا العرض بدايه العرض هو فهم النص الى اخره هنايا طالبين منك الحقول الدلاليه واخ نشوفوا حنا مثلا هنايا شنو هما الحقول اللي اللي مثلا كاينين هنا اللي اعتمدوا عليهم كاين حقل دال على المعاناه والغربه بحال اللي قلنا قبيله جمعوا لك حقل يعني جمعوا جوج ديال الحقول في حقل واحد باش ما تبقاش تقول لي لا الطبيعه ما كتكونش ولا شي حاجه بحال هكا ولا المعاناه كتكون غير في الرومانسيه ديك غير هضره هنا لاحظ معايا المعاناه والغربه هذه هادي غتزيدوها بالنسبه ملي كنقولوا الغربه والضياع الغربه والضياع الشاعر كان كيحس انه كيعيش واحد الغربه فهمتيني كيحس براسو انه يعني الغربه والضياع هذيك كاينه في كاينه في الفصل الثاني اللي هو عنده علاقه مع المدرسه ديال تكسير البنيه دابا بالنسبه للحقوق اللي تقدروا تضيفهم انهم يقدروا يكونوا ياك هو حقل ديال الغربه والضياع توت هو تقدروا مع مع الحياه والموت والطبيعه وهذا الى اخره هادو بالنسبه للحقول نشوفوا الحقل اللي من بعد آه الحنين ولهفه اللقاء شي لا درتي غير الحنين ولا درتي الشوق صحيحه ها يلاه قلتها لكم غير دابا هاي الشوق والحنين حتى صحيحه بحال شوقي بحال ايام الصبا الى اخره يعني هنايا النص اللي عندي انا كيتكلم على الحنين وهذا واللهفه الى اخره دابا ملي كنذكر انا الحقول الدلاليه من بعد كان ديال؟ كان ديال آيه ما شنو كندير كندير العلاقه ها هي حيت طلبوها مني لانه قال لك اعطيني العلاقه ما بين الحقلين كدير بحال تبرز علاقه الحقلين الدلاليين بتجربه الشاعر قال لك هذه الحقول هذه شنو هي شنو العلاقه بتجربه الشاعر وانت ديجا درتي فهم النص ايه اه انت ديجا اه في النص اش اه كيبان لك كيبان لك انه كيهضر لك على التجربة ديالته، يعني الشاعرة كتكلم على التجربة ديالتها، فهمتيني؟ تجربة الشاعر في قدرته هادي هذين الحقلين على احتواء عمق معاناة الشاعر والتعبير عنها، مزيان؟ دابا هنا بحال كنقولوا أن هاد الحقلين هادو هما اللي كيعبروا لينا، يعني الحقلين فيهم كلمات، شوف لاحظ معايا، وما فيها باس تعقل على هاد الكلمات اللي كيدلوا على الحقل، لأنهم راه كيبقاو يتعاودوا، بحال دابا هنايا كيقول لك الظلام، كيعيش في واحد الظلام رهيب. سكون ثقيل الرياح تنوح النواح يعني النواح شكون اللي كينوح الانسان هو اللي كينوح ملي كيتوفى شي حد مثلا ياك عواء الذئاب ها هو الى اخره هادو كلمات كلمات كيدلوا على المعاناه والغربه قاية غربة شبح الغربه الى اخره صراخ الاسى كيحس بواحد الاسى إذا مشينا هنا الحنين عد بنا للجنوب يعني عد بنا رجعنا الشوق يعني كاين واحد الحنين والشوق انه يرجع فهمتيني فهناك يعني الشاعر كيحس بواحد الغربه وكيحس براسو ضائع وتائه قلوب تلوح في لهفة الوجوه الرقاء الرقاق الاذرع الحانيه ظلال النخيل ايامنا الماضيه يعني يحن الى الايام الماضيه تتحرر رجوع القطار الى اخره وهنا كدير العلاقه كيف ما قلنا علاقه ما بيناتهم إيه؟ علاقه الحقلين الدلاليين بتجربه هو ما لك عطيني شوف راه الغلط اللي كيطرا اللي كيوقع للتلاميذ اشنو تيقول ليه العلاقه راه ما قالش العلاقه بين الحقلين صافي قال لك العلاقه بين الحقلين كتقول تكامل ولا فهمتيني تكامل ولا كذا ولكن واش طلب منك قال العلاقه بين الحقلين باش مشي بيناتهم موجود لا بتجربه الشاعر يعني غتعبر يعني غتعبر يعني اش انطلاقا من الحقول انها ما علاقتها بتجربه الشاعر هذه ساليناها الحقول والعلاقه بيناتهم سالينا سدينا هنا الموضوع بالنسبه للحقول الدلاليه ياك يعني نرجعوا حنايا نرجعوا الامتحان نرجعوا حنا الامتحان اللي عندنا واخا الامتحان اللي عندنا هو هذا الاسئله واخا واخا بالنسبه للاسئله شوف معايا سالينا حنا الحقول الدلاليه للتذكير نفس الترتيب المنهجي اللي كاين عندنا هنا راه هو اللي عندنا في البعث والاحياء وعندنا في الرومانسيه باش ما تمشيش دايخ غير هو كتذكير انني اش غنرجع معاك للحقول الدلاليه باش من واحد غيقول غي لك شنو هما الحقول اللي كيكونوا في في البعث وفي الرومانسيه واسمع مني مزيان على الاغلب الحقول اللي كتكون في الرومانسيه كيهضروا على الذات والمعاناه والطبيعه هادشي اللي تنقول لك سجلوا عندك ديما حداك ورقه وسيلوا ياك المعاناة ياك حقل الذات المعاناة الطبيعة ال ال الغربة فهمتيني الشوق والحنين هادو دائما غالبا كما كيكونوا فهمتي وغتقول لي واش ندير ثلاثة ولا أربعة شوف بانوا لك جوج حقول ثلاثة ديرهم كيش مشكل ياك إلا آه مشينا للبعث بالنسبة للبعث البعث البعث شنو هما الحقول اللي كيكونوا كيكون حقل مثلا حقل الرثاء شنو هو الرثاء هو البكاء على الميت مثلا الشاعر ملي كيكون تكون توفى شي شخص مثلا هذا المهم باش تفهمها انا كنعطيك انا شوف كنعطيك داك الشيء باش تفهم من الواقع بالنسبه للريتاء بالنسبه ل كيكون عاوتاني عندنا قلنا الذات والمعاناه أه كيكون عندنا أه كاين بزاف ديال الحقول أه حق الوطن حتى هو كيكون ملي كيكون كيدوي على الوطنيه والوطن حق الحكمه حتى هو كيكون كاين بزاف ديال الحقول بزاف ديال الحقول كيكونوا المهم هذا بالنسبه للبعث وبالنسبه للرومانسيه قلنا وبالنسبه لتكسير البنيه اللي قلنا بحال تكسير البنيه بحال تجديد الرؤيه ما كاينش مشكل واخا اه الحقول ساليناهم الخصائص الفنيه اه الخصائص الفنيه ملي كتسمع الخصائص الفنيه راه ديما را شوف راه في الترتيب ديال المنهجيه راه عندك دير الغلط انك تكون جايب معك مثلا منهجيه حافظها ياك سواء حافظها ولا ناقلها ولا الله اعلم حاول انك تشوف الترتيب ما تكونش بين قوسين ما تكونش غبي مع احترامي بدأ بدك بداك الشيء طالبين منك هما سير بالترتيب دابا داك اللي انت حافظ مزيان ولكن رتب على حساب ما هما قايلين لك راه هي عمليه ديال الترتيب المراحل راه ماشي المنهجيه هي اللي اللي, اللي حفظتي انت من الدرس ولا هذا راه المنهجيه راه را راه هي يكون راه داكشي كيكون ممنهج يعني منظم يعني بواحد الترتيب هاد التاطير هاد تكتيف المعاني الوارده في النص راه هي فهم النص تحديد الحقول الدلاليه درناه سالينا المعجم المرتبط بها راه كنعاود عاوتاني ناكد لك راه الا ما قالش لك الا ما قالش الحقل المهيمن ودرتيه راه غلط راه غلطتي يعني راه ما جاوبتيش جاوبتي على السؤال خاطئ ما غيعطيكش النقطه وبالنسبه للحقول الدلاليه راه على ثلاثه نقاط كاينه نقطه ديال الحقول ياك ونقطة ديال العلاقة وكتكون نقطة ديال الحق المهيمن إلا عطاك الحق المهيمن ملي من لك الحقوق الدلالي المهيمنة راه كيعنيش الحق المهيمن يعني المهيمنة في النص اللي كاينة في النص غتجبد لي الحقوق سالينه الخصائص الفنية, الفنية؟ رهي اش كنقصدو بها ملي كتسمع الخصائص الفنية راه هي اش راه هي البنية الإيقاعية الإيقاع داخلي وخارجي والصور الشعرية ياك وتحديد وظائفه والأساليب الاساليب اللي هو خبري وانشائي هنا ما طلبوش منك شو شو شوف البياج هنا فهمتي هنا ما طلبوش منك الاساليب نمشيو حنا في البنيه الايقاعيه فالايقاع عفوا البنيه او الايقاعيه نمشيو حنا الايقاع نمشيو حنا الايقاع فوالا بالنسبه للايقاع ها هو كيف ما كيبان لكم دابا ها هو الايقاع كيف ما كيبان لك كاين اش كاين ايقاع خارجي وكاين ايقاع داخلي كاين ايقاع خارجي وكاين ايقاع داخلي اشنو تنقصدوا بالايقاع الخارجي الايقاع الخارجي وهو خارج النص والايقاع الداخلي هو داخل النص مزيان واخا كيفاش هاد القضيه هذه دابا دي؟ مثلا هنايا حنا خدامين على هذا النص حنا دابا خدامين على خدامين مثلا على هذا النص ياك مزيان دابا هنا اول حاجه شنو هي خاصني كنكون نعرفها انايا اول حاجه شناية هي شنو هي شي حاجه سميتو نظام الشطرين دابا شوف هاد هاد القصيده هذه ما فيهاش نظام الشطرين المتناظرين يعني شطر هنا وشطر هنا ياك القافيه وداكشي منظم و... فهمتي ونفس الميزان ونفس السطر الى اخره هنا هذا عندنا غير شطر واحد ما عندناش جوج ديال يعني ما عندناش شطرين كنقولوا عليه نظام فهمتيني ها هو هما دايرين هنايا باش انا نمشي معاك على داكشي اللي هما دايرين واخا شوف اش دايرين لكم هذا النظام هذا شنو سماوه ها هو اعتماد اه... اعتماد نظام الاسطر الشعريه بدل نظام الشطرين يعني هذه القصيده اللي عندنا حنا اللي قدامنا ها اه... هي لك نظام اش نظام اش السطر او نظام الاسطر الشعريه كتقول لهم اعتمد الشاعر على مثلا اش نظام الاسطر الشعريه جاوبت على السؤال الاول اللي كاين في الايقاع الخارجي ومازال اشنو كيكون في الايقاع الخارجي كيكونوا عندنا اش توزيع التفعيل على الاسطر الشعريه طولا وقصرا دير لهم بحال هكا جمله فهمتيني بشكل يو... بشكل راعى الدفقه الشعوريه ياك بشكل راعى الدفقه الشعوريه باش نفهمك ما معنى الدفقه الشعوريه من حيث الوقفتان الدلاليه والعروضيه هذه جمله قصدك ديرها بصفه عامه دي بالنسبه لتكسير البنيه ياك بالنسبه ل... نقولوا هذه عاد نشوفوا في مقارنه مع سؤال الذات والبعث واش بحال بحال هنايا الجمله غديرها كيف ما هي توزيع تفعيله على الاسطر الشعريه طولا وقصرا بشكل يراعي او راعى الدفقه الشعوريه شنو هي الدفقه الشعوريه الدفقه الشعوريه هي بحالاش ملي كيقول الشاعر مثلا الدفقه الشعوريه مثلا الشاعر مثلا كيقول لك عود بنا يا قطار كيدوي على القطار وكانه مثلا في واحد المحطه مثلا عد بنا يا قطار فالظلام رهيب هنا والسكون ثقيل عد بنا فالمدى شاسع والطريق طويل الى اخره والليالي قصار عد بنا فالرياح تنوح وراء الظلام اش غتلاحظوا غتلاحظوا الكلام التعبير ديالو الكلام غير تام يعني اش هذه اللي الدفقه الشعوريه أنا ما كيكملش التعبير ديالو التعبير ما تام انا ما غاديش يهمني هذا أدل... التعريف هذا مقدر ما غيهمني غي انا هو اش غادي يهمني هو شنو غادي ندير واخا غادي ندير لهم الجمله هذه بشكل نرى الدفقه الشعوريه من حيث الوقفتان الدلاليتان او الدلاليه والعروضيه نشوفوا دابا المقارنه مع البعث ومع الرومانسيه مزيان او سؤال الذات بالنسبه لسؤال الذات والرومانسيه ياك اش كنلقاو كنلقاو عندهم اش نظام الشطرين المتناظرين كيكونوا عندنا يعني نظام الشطرين المتناظره كيكون عندنا مثلا واحد القصيده اللي هي فيها نظام الشطرين متناظرين راه معروفه انا ما حداياش دابا شي قصيده باش غنوريها لك المهم راه باينه واضحه سواء في <applause> كانه صادر سواء بالنسبه لاش سؤال الذات ولا بالنسبه للبعث والاحياء مزيان كيكون فيهم نظام الشطرين الحاجة اللي من بعد هي شناهي خاصني نزيد اش عندي اش من بعد عندي خاصني اش هنا ندير الراوي الراوي هو شناهو تنويع في القافية والراوي شناهو هو الراوي يا استاذ الراوي هو اش الراوي ياك هو الحرف الحرف اللي كيكون في اخر ديال الكلمة بحال هكا الحرف اللي كيكون في الاخر ديال الكلمة اللي هي القافية ياك أي كلمة كتبقى تعاود كيبقى يتعاود نفس نفس آش نفس واحد كنقولوا تكرار صوتي كيبقى يتعاود عندهم نفس الصوت بحال دابا شوف أنت دابا ملي غنقول يا قطار تقيل شوف قطار أو قطار شو راه سكون هنا وهنايا تقيل واش نفس الصوت شوف قطار تقيل شو قلت قلتلك تقيل طويل عندهم نفس الراوي نفس الحرف ياك عندهم نفس الحرف مزيان ولكن الا شدينا هنا مثلا قطار قصار عندهم نفس الحرف ونفس الصيغه الصوتيه هنا لاحظ معايا الا مشينا خدينا الحنين الحزين يعني لاحظ معايا هنا كاينه القافيه هنا كاينه القافيه ياك الراوي هو الحرف هو هذا الراوي هو هذا الحرف هذا باش نتفاهموا حنايا القافيه ها القافيه ثقيل طويل ياك هنا بحال البشر المنحدر بحال هنا الحنين الحزين وهنا ديما شوف عندهم نفس عندهم هنا السكون السكون فهمتي يعني نفس الحرف ونفس حركه ديال الحرف باش كت... انت كتعرف انه راه دي قافيه والراوي الراوي هو هذا هنا, هنا عندي اش عندي حرف اش اللام ياك وراه هنا عندي اش عندي حرف اش اللام وعدي اش هنا هنا الراء او هنا عدي اش حرف ديال الراء هنا ثاني عدي اش حرف ديال الراء هنا عدي اش النون وهنا عدي اش النون لاحظ معايا السؤال واش الراوي والقافيه واش موحده يعني واش موحد عندهم نفس الراوي وعندهم نفس اش القافيه الجواب واشنا ولا يعني اش يعني انا هنا اش كنقول هنا كنقول كيف ما قالوا هما في الجواب كنقول انا في الجواب كيف ما قالوا هنا هاد؟ هنا تنويع في القافيه والراوي اه قالك تنويع في القافيه والراوي علاش حيت متنوعه يعني عندنا بزاف ديال القافيه القافيه منوعه القافيه جوج كلمات كيساليو كاين مره كيساليو بالراء مره كيساليو باش مره كيساليو بالراء ومره كيساليو باش <applause> مره كيساليو باللام ومره كيساليو بالنون كيف ما وضحت لك انا هنا ها آه كيف ما وضحت لك هنا اسمح لي كيف ما وضحت لك آه في هذا المثال هذا هو اللي عندي ها آه كيف ما وضحت لك هنا مفهوم كنظن هنا مفهوم بالنسبه للقافيه والراوي كيفاش دايرين متنوعه بالنسبه لتكسيلفينيا و وبالنسبه للرومانسيه وبالنسبه للبعث والاحياء كتكون اش كتكون موحده القافيه والراوي كتكون موحده فهمتي كيفاش بعض المرات بعض المرات اللي كيكون اش كيكون تعدد المهم كتكون موحده صافي مزيان كاين شي سؤال كنظن ما كاين حتى سؤال هذا بالنسبه اش الايقاع الخارجي كنظن مازال ما زال شنو هو عاوتاني من بعد اللي مازال خاصنا بالنسبه لاش بالنسبه للايقاع بالنسبه للايقاع هذا الخارجي قلنا التنويع في القافيه وراوي صافي هذا تقريبا اللي كاين يعني اش كاين النظام يعني النوع ديال النظام ياك قلنا اسطر شعريه تكسيل البنيه قلنا في البعث والاحياء والرومانسيه قلنا كيكون نظام شطرين المتناظرين وبالنسبه هنا قلنا في القافيه في التكسير البنية يكون تنوع كتكون قافية كيفاش داير قافية والراوي متنوع <تصفيق> <تصفيق> وبالنسبة اش الى اخره تنوع في القافية والراوي وقلنا بالنسبة ل... قلنا بالنسبة لاش بالنسبة, لـ بالنسبة لـ الايقاع الداخلي بالنسبة الايقاع الداخلي غندوزو ليه من بعد هادشي اللي كنت قريبا هادي مع البعث والاحياء الرومانسية كاين شي سؤال كنظن ما كاين سؤال دابا ندوزو لاش الداخل ديال ديال الاش ندوزو لاش للداخل ديال القصيده واخا مزيان داخل ديال القصيده هذه هي القصيده دابا انا شنو المطلوب مني شنو كيكون في الايقاع الداخلي ركز معايا الله يرضى عليك كيكون اش تكرار بعض الاصوات والمدود اللي كتقولوا لهم نتوما كتقولوا الصوامت والصوائت شوف دير داكشي اللي مطلوب منك في التصحيح هنا واش داروا صوائت الصوائت جمعوهم لك فاش في الصوا في الاصوات يعني دابا الحرف كيكون عنده واحد الصوت ملي كنقول انا ثقيل طويل راه هذاك هو الصوت وتما فين كاين اش الايقاع وتما فين كاين اش كاين واحد الميزان وتما فين كاين كاين اش آه القافيه والراوي مزيان دونك شنو الاصوات والمدود يعني هنا اول حاجه كاين انواع ديال التكرار كنشوف التكرار اللي تعاود مزيان كنشوف التكرار اللي اللي تعاود في النص تكرار ما كنشوفش غير الكلمات كنشوف الحرف اللي لاصق في الكلمه اللي تعاود باين راه باين <applause> عفوا كنمشي انايا انت شوف تكرار كنمشي ناخذ من الراوي دابا انا في الراوي اشنو تندير بعدا في الراوي كنجبدو من النص دابا اي حاجه كنقولها راه كنجبدها من النص الله يرضى عليكم كتبين بحال دابا قلتي لهم مثلا القافيه كتعطي جوج كلمات كيدلوا على القافيه غتعطي الكلمه الاولى ثقيل اللي تعاودات ثقيل طويل وغتجي غدير مثلا بحال اللي وريتك دابا البشر المنحدر والحنين والحزين دابا انا ملي غنبغي نجي ندير تكرار اللي قالوا لي تكرار ديال اش بالنسبه للتكرار ديال عفوا بالنسبه للتكرار قلنا عفوا بالنسبه لاش بالنسبه للتكرار قلنا اش ديال الاصوات كاين اللام ياك وكاين الراء كتبين لهم كتقول لهم راه عندي اللام وكاين عندي الراء الراء تيتعاودات الراء وكاين عندي اش كاين عندي اش النون يعني داكشي اللي درت انا فاش في, في القافيه والراوي داكشي اللي درت انا في الراوي صافي مزيان وهنا تقدر تزيد شي حاجه من الوسط يعني يقدر يكون تكرار هنا من هاد الجهه هادي وقدر يكون تكرار هنا في الوسط يعني الحرف اللي كيبقى يتعاود بزاف المرات تزيد دير غير ثلاثه ولا اربعه بارك عليك هنا تكرار بعض الالفاظ هنا فين كنجبد اش الكلمات اللي كيبقاو يتعاودوا الفاظ لفظ مثلا واحد اللفظ تعاود بحال دابا هنا عود بنا يا قطار وتعاودات عود بنا يا قطار صافي تعودة لك هنايا فين هي عود بنا يا قطار وهنا عود بنا يا قطار هنا التكرار ولا تكرار ديال شي كلمه كيبقى يتعاود هذه تكرار ديال اش ديال الالفاظ والعبارات مزيان أه شنو السؤال عاوتاني من بعد هنا واخا السؤال هنا اللي اللي كاين هنايا قال لك التركيز على البنية الإيقاعية أيه وتحديد وظائفها مزيان قال لك الوظائف ديالهم كاملين يعني وظائفها حنا دابا باقينا في البنية الإيقاعية ياك مزيان <applause> باقيين حنا في البنية الإيقاعية نمشيو مع الإيقاع واخا هنا قند... باقيين حنا قلنا في الإيقاع الداخلي سالينا الخارجي غندوزو للداخلي واخا المهم الا كان كل شيء مفهوم حاولوا انكم فهمتيني ديروا ديروا جيم ولا ديروا هذا باش نعرف انا واش مفهوم ولا قولوا لي واش هذا مفهوم ولا ما مفهومش الى اخره واخا هنا قالك شوف شنو الوظيفه ديال البنيه الايقاعيه شوف مما ولد توازيا ايقاعيا ينسجم والتجربه الشعريه الجديده هنا غلط ينسجم مع التجربه الشعريه الجديده ياك ويتناغم مع احاسيس الشاعر احاسيس الشاعر دابا حنا البنيه الايقاعيه كنديروا لها واحد الوظيفه ديالها شنو هي الوظيفه ديالها هي اش هي كتعطيك واحد التوازيان هذه الجمله عقلو عليها كتبوها ولا عقلو عليها ولا حفظوها فهمتي شنو هو الوظيفه ديال هادشي كامل اللي درنا يعني بالنسبه للايقاع دابا راه جاوبنا على الوظيفه الايقاع وبالنسبه للصور غنرجعوا الصور الشعريه وغنوريك طريقه سهله كيفاش انك ما تغلطش في الصور الشعريه مزيان انا وريتك دابا هادشي اللي كاين دابا بالنسبه لاش واش كاين شي اختلاف بالنسبه لايقاع قلنا الداخلي واش كاين شي اختلاف بينه وبين البعث والاحياء والرومانسيه واش كاين شي اختلاف بيناتهم تقريبا تقريبا انا راه ما كاينش اختلاف دائما هادشي كيكون ياك غير هو نقدروا نزيدوا شي حاجه اخرى الى طلبوها منك تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش بالنسبه اش مثلا التوازي واحد سميتو كتكون سميتو التوازي ها هو نوري لك دابا ها هو تا كيكون تا نوع من انواع التكرار كيكون توازي إذا كان عندك ما كان ديرو ما كانش ما شوف بالنسبه للتوازي هو هذا هو بلاتي نوريك التوازي الصرفي شوف بحال دابا كيكون توازي مثلا في النص توازي بحالو بحال القافيه كاين توازي اش كيكون توازي تركيبي كيكون في الجمل شوف انت يحل لهم الطيبات يحل لهم الطيبات بلاش ندور التليفون باش يبان لك مزيان واخ هانت شوف معايا هنا هانت يحل لهم اش الطيبات وهنا يحرم عليهم الخبائث ياك مزيان يحل لهم طيبات قلنا ويحرم عليهم الخبائث او الخبائث غنبدا معاك هنا باش تعرف شنو هو التوازي التوازي هو كيكونوا جوج كلمات ولا جمله كامله كاين نفس عندهم نفس الترتيب وعندهم نفس عدد الكلمات وعندهم نفس الصيغه الصوتيه شوف يحل لو وهنا يحري مو وهنا شنو لا هم شوف عليهم الطيبات الخبائث سكون سكون نفس الصيغه الصوتيه في الاخر وهذا هو اللي كيتحكم لي اش في التوازن ملي كنحكم على انهم جوج بجوج انهم توازين واخا يحل يحرم لهم عليهم خبائث طيبات مزيان كنظن هنا ما كاينش مشكل فادي صافي كنظن هنا ما كاينش ما شي مشكل واخا هنا مزيان اوكي دابا انا هنايا هذا كنسميه توازي تركيبي علاش لانه كيكون ما بين جمله وجمله في النص فهمتي كيفاش كيكون في النص يعني ملي غادي تشوف النص غتقلب عليه هنا غتلقى شي توازي فهمتي كيفاش بحال دابا انت شوف عدنا هنا عد بنا يا قطار عد بنا يا قطار ولكن هنا ماشي توازي علاش لان جمله معاوده حنا لا غنبغيو جمله ماشي التكرار ديالها تعاود نفسها لا ماشي تعاود نفسها حنا بغينا التكرار ديال الصيغه الصوتيه صافي مزيان دابا شنو التكرار الاخر اللي كيكون هاد التكرار التوازي كيكون بزاف كيكون في في البحث وفي الرومانسيه تكسير بيني قليل بحال دابا هنا راه ما بانش لي انا هنا شي شي توازي نمشيو <applause> هنايا لفظي ياك كيكون اش ما بين كلمه وكلمه صافي او عفوا صرفي او كيكون توازي اللي هو صرفي كيكون ما بين كلمه وكلمه بحال هنا تائها حائرا تائها حائرا صافي يعني هنا عندهم نفس الحركه صافي كتكون مع كلمه وكلمه يعني صرفي توازي صرفي هو هذا وتوازي التركيبي هو هذا واخا <applause> هنا ما لقيناش مزيان دابا هنا كنظن سالينا اش كنظن انا هنا سالينا سالينا بالنسبه لهنايا البنيه الايقاعيه واخا لا سالينا نمشي الان هنايا من بعد كل شيء مفهوم الصور الشعريه ياك نمشي الصور الشعريه بالنسبه للصور الشعريه <applause> شنو هما الصور الشعريه اللي كاينين شوف كاين الصور الشعريه كاين اش كاين التشبيه التشبيه باش كنعرفو كنعرفو مثلا ك شي حاجه بحال هكا ياك تشبيه وكاين اش الاستعاره لإيد... لابداع صور مركبه تعبر عن معاناه كذا 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 هنا واخا ما عطاوش هنا امثله ديال التشبيه او مثلا ديال الاستعاره شوف معايا غنعطيك الله يرضي عليك واحد الطريقه بلا ما تقول لي انا فهمني وكذا غنبدا نشرح لك انا لان الوقت ضيق الوقت غنعطيك طريقه سهله باش انت ما تغلطش اشنو كدير دابا التشبيه والاستعاره تقريبا تقريبا نوعا ما كيتشابهوا لان الاستعاره شنو هي هي تشبيه حذف احد طرفاه كاين المشبه المشبه به الى اخره ياك انا غنقولك لك واحد القضيه دابا مثلا ملي في الاستعاره مثلا في الاستعاره بحال اش ماشي الاستعاره بحال كن الا كنستعرو واحد الصفه ياك مثلا نعقل على بحال هكا صيفة صفه كناخذو صفه مثلا ديال جماد ولا ديال هذا وكنعطيوها ولا فهمتي ها انت شوف نقراو هنايا ونشوفوا واش كاين شي استعاره اه ينوح يا قبيله ينوح نواح الرياح بحال نواح الري... اه الرياح عد بنا فالرياح تنوح دابا انا هنا انت شوف واش هذا الكلام كلام حقيقي واش هذا كلام حقيقي فالرياح تنوح واش الرياح تنوح الرياح ما كتنوحش شكون اللي كينوح الانسان يعني وكاننا هنا بحال لا كنقدروا نقولوا استعرنا واحد الصفه ديال الانسان وعطيناها للرياح فهمتيني الى اخره انت شنو تدير تتقول لهم مثلا التشبيه بحال دابا داكشي اللي شكيتي فيه التشبيه والاستعاره والمجاز ياك ياك بالنسبه للتشبيه والاستعاره والمجاز شنو تدير كتفتح واحد القوس كتفتح واحد القوس كدير بحال هكا مثلا كدير اش كتكتب لهم بحال آه. هكا مثلا الصور الشعريه الصور الشعريه ياك الصور مثلا الشعريه كتجي وكدير لهم بحال هكا كتفتح قوس كدير مثلا من خلال اش كاين اش المجاز الاستعاره شوف شوف غنوريك واحد الطريقه خطيره الاستعاره وهنايا اش تشبيه انت بطريقه ذكيه غتفتح لهم القوس بحال هكا وغتعطي كاع دوك الامثله اللي قراب ياك امثله من النص اش من النص ملي من غتعطيهم امثله من النص راه بحال انت قلتي لهم الصور الشعريه المجاز الاستعاره التشبيه ياك جئت انت هنا مثلا مشيتي للنص بطريقه ذكيه خليتي المصحح مثلا هو خليه هو مثلا هو غيقول هاد التلميذ هذا راه عارف اش كيدير في العوض انه كان تلميذ باغي يدير الاستعاره ويعطي مثال ديالها بوحدها ويرجع الستار وكذا قال اجي نجمعهم في سطر واحد ولكن تذكاء منك ياك اشنو درتي حطيتيهم بثلاثه قلتي المجاز الاستعاره التشبيه غالبا هادو اللي كيكونوا وجيتي هنايا وتدير الامثله كلهم جمعتيهم ولكن ملي دير مثال سالي منه دير فاصله مثال اخر فاصله مثال اخر فاصله كنظن هذه مفهومه هذه النقطه هذه وانا ساليت هنا الصور الشعريه صافي الصور الشعريه هي اللي كتعطي واحد التزيين لديك القصيده الى اخره دونك انا هنايا غادي نشوف هنا واش باقي عندي شي حاجه الصور الشعريه ساليتهم ياك الصور الشعريه كنظن انني ساليتهم واخا وشنو هي الوظيفه ديالتها يعني كان كيف ما قلنا قبيله السؤال شنو مطلوب مني انا قالك لك اعطيني الوظيفه ديال الايقاع ها هي درتها وقال لك اعطيني الوظيفه ديال اش الوظيفه ديال الصور الشعريه الوظيفه ديال الصور الشعريه هي شنو هي أه هاي تعبر عن معاناه دابا الوظيفه الشي... الوظيفه عفوا ديال الصور الشعريه علاش كيداروا الصور الشعريه المجاز والاستعاره على حسب دابا بالنسبه ال... بحال دابا مثلا بالنسبه ل... ل... بالنسبه لهذا بالنسبه هنا الشعر ديال نظام الاسطر كيكون اش الوظيفه ديالو هي ايحائيه وتعبيريه اضافه الى بعدها الجمالي تكون ايحائيه ايحائيه الانزياح والاستعاره وداك الشيء وكتكون تعبيريه كتعبر لينا يعني كتعبر على المعاناه ديال الشاعر والمعاناه ديال الوطن ديالو الى اخره وتتكون جماليه يعني الله يرضى عليكم عقلوا لي على هذا ها عقلوا عليهم جماليه تعبيريه ايحائيه صافي بالنسبه لتكسير البنيه وتجديد الرؤيه اما بالنسبه لاش بالنسبه للبعث الإحياء فهي اش كتكون وظيفه كتكون اش بالنسبه للبعث كتكون وظيفه البعث هاي البعث كتكون تزيينيه وبالنسبه للرومانسيه راه كتكون تعبيريه مجرد انها كتعبر اما الصور الشعريه بالنسبه للبعث راه حطوا الصور غير مجرد انهم باش يزينوا القصائد ديالهم مزيان وهذه تتكون اش تعبيريه جماليه دير لهم بحال بالنسبه للرومانسيه وبالنسبه للتكسيل البني راه قلت الوظيفه الى اخره راه دائما كيعطيوك الوظيفه اكتبها قيدها عندك راه مهمه كنظن انا انا ساليت معاك يعني ساليت اش الصور الشعريه والايقاع ساليناه كاينه مرحله هنا ما داروهاش وما طلبوهاش منا هنا كتكون هنايا اللي هي الاساليب واخا وقبل من الاساليب قبل من الاساليب كنقدر انا قبل ما ندوز للاساليب آه. نقدر نزيد شي حاجه كتكون في ال... كتكون مع ال... كتكون تقريبا تقريبا كتكون مع الايقاع اللي هي شنو المحسنات البديعيه نقدر نزيدها كتكون حتى في النص بحال المحسنات البديعيه كاين ترادف بحال دابا مثلا كتلقى كلمه ترادف بحال صديق رفيق عندهم نفس المعنى كيتسمى ترادف يعني كلمه والمرادف ديالها يعني كلمه قريبه منها كتكون في النص الاشتقاق هو بحال اش كناخذوا كلمه وكنشتقوا منها كلمه اخرى يعني منها بحال بحال علمتني وعلمته ياك بحال السحر الساحر فهمتي بحال ليالي اللي... الليل ليال هذا الاشتقاق كلمه كنشتق منها كلمه اخرى بالنسبه للطباق كيكونوا جوج كلمات متضادين مع بعضياتهم ياك طيباق جوج كلمات متضادين مع بعضياتهم بيض سود ياك الليل النهار المقابله تقدر تكون مثلا المقابله قد تاخذ مثلا كلمه مقابل كلمه وبجوج متضادين شفاء دواء هذا كامل راه غترجع عليه في الفيديو الجناس هو كتلقى كلمه كناخدوها من الجنس ديال كلمة أخرى يعني كلمتين لهما نفس عدد الأحرف وهما اختلاف في المعنى بحال طمسن وبحال همسن عندي آش بحال دابا عندي طم سن وعندي همسن هم سن طم سن في نفس الأحرف جوج ديال الأحرف ولكن الحرف الآخر ماشي بحال بحال حيت ولا بحال بحال يولي تكرار طمسين هامسين كنظن هذه مفهومه هذا هو الجناس كل... جوج كلمات مختلفين في المعنى كاين شي سؤال حد الان كنظن انا وفيت وكفيت فهمتيني يعني داك الشيء كامل اللي نتوما كتسولوا عليه راه تقريبا تقريبا راه جاوبتكم عليه بالنسبه للشعر واخا هذا فيما يخص قلنا اش الشعر أه باقا شي حاجة إلا كنت نسيتها إلا كانت باقا شي حاجة ذكروني فيها وشي حاجة ما مفهوماش دابا نشرحها نكملو الله يرضي عليكم ومزيان تشاركوني بحال هكايا <applause> باش كل واحد يفهم غير بالنسبة للتذكير بالنسبة للراوي بالنسبة للراوي شوف راه بعض المرات الراوي كتلقى مثلا شي كلمة في الأخر كديرونجيك ياك كتلقى الواو والألف ولا الياء أه احنا حنا جايين السي أيوب التركيب حنا جايين ليه كتلقى الواو والالف والياء ياك شوف ملي كتلقى كلمه بحال انت شوف اعت ب ياك ياك وهنا مثلا 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 اعت بر ا مثلا انا عطيت كمثال واخا هادي باقا ما شفناهاش ما قلتش لكم ظاهره التصريح خصني نرجع لها دابا ملي كتلقى اش كتلقى مثلا جوج كلمات في الاخر يعني في الاخر بحال هكا في القصيده مثلا هذه كتلقاها بحال هكا كتلقى هنا وايون ولا كتلقى وايون هاد وايون ها هياك ملي كتلقى الواو والالف والياء هادو ما كناخذهمش كن راوي يعني ما ناخذهمش ما ناخذوش راوي كنمشي نشوف الحرف اللي تك تكرار فين كاين التكرار عندي عندي في الراء الراء انا ما سوقيش في الياء ولا الواو ما كناخذش ديما كنقول الحرف الاخر راه وراوي لا كنشوف اللي قبل ما عندي ما ندير بهذا وما عندي ما ندير بهذا انا كنشوف هذا وهذا ها هو الراوي هنا كاين تكرار اوكي دابا قلنا كاين واحد الحاجه سميتها ظاهره التسريع هاد الظاهره التسريع كتكون في البيت وفي الرومانسيه ما معنى ظاهره التسريع ظاهره التسريع هي شنو هي هي ملي كتلقى فهمتيني ظاهره التسريع ملي كتلقى بحال هكا كتلقى بحال هكا هادو اسطر هذا هو نظام الشطرين هادو قصيده نظام الشطرين ياك متناظرين هذا الشطر كيشوف هذا الشطر كتلقى هنا في الاخر في الاخر الاخر ديال سميتو ديال هذا السطر هذا وفي الاخير ديال هذا السطر هذا كتلقى واحد جوج كلمات ياك ملي كتلقى دوك جوج كلمات بحال هاد بحال أه... بحالاش بلاتي نشوف لك بحالاش 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 انا نشوف لك ولادي الماضيه الحانيه شوف شوف انا ناخذ جوج كلمات راه ماشي هذا ماشي دائره الماضيه الماضيه الحانيه شوف الماضيه الماضيه ماشي انا عاود كتبها الماضيه 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 وهنا عندي اش عندي الحانيه الحانيه اسمحوا لي على الخط هنا هذه كتسالي بسكون وهذه تاهي كتسالي بسكون شوف الماضي الحانية السطر الأولاني جوج كلمات كيكونوا فيه كتسمى ظاهرة التسريع شناهي هي كتعني ما سوقكش شوف لي اش شوف ليا غير الكلمات من اللي كتلقاها كتقول راه كاينه ظاهرة التسريع إلا ما كانش ظاهرة التسريع بحالاش بحال دابا هنا الماضية هنا غتلقى مثلا شي حاجة أخرى ما كتساليش ما عندوش نفس النهايه ما عندوش نفس السراوي كنقول ملي كنلقاه كنقول النص السطر الاول في دائره سريع كذا غنقول نظام الصاب نظام الشاطريني كيكون هذا كيكون غير في نظام الشطرين في البعث وفي الرومانسيه واخا الى اخره دابا كنظن سالينا نشوفوا اش آه هنا بالنسبه لاش نشوفوا الخلاصه هنا التركيب التركيب هنا على حسب باش عاطينك خلاصه تبين فيها مدى تمثيل النص لنموذج تكسير البنيه هذه آه كون حافظه من الاحسن عرفتي تعبر انت عبر طريقتك غدير خلاصه غتقول غد ان مثلا اش غدير غد غد خلاصه ديال التحليل وخلاصه يعني خلاصه ديال عفوا قلت التحليل يعني فين درتي انك الفهم النص مثلا فهم النص نظام النص كيفاش كان واش هو نظام الشطرين ولا نظام الاسطر واش الشاعر نجح ولا ما نجحش مثلا في تمثيل هذه القصيده والانتماء ديالو الى اخره واخا وبقات لنا حاجه اخرى ما كناش قلناها قبل اللي هي في الاساليب اللي كتكون بالنسبه للاساليب هذه نسيناها كاين الاسلوب خبري وانشائي كتكون هنا اخ آه. هنا الاسلوب الخبري والانشاء نسيناها هنا كتكون هنايا هنا الاساليب ما قالوهاش لينا ولكن حنا ما غنديروهاش غير غنشرحها لك بعض المرات راه كيكتب لك اساليب كيف ما قلنا دير داكشي اللي كيطلبوا منك هما وبالترتيب اللي قايلين لك هما الاساليب شوف عندنا جوج اساليب الاسلوب او الاساليب اللي اعتمد عليهم مثلا صاحب النص هذا في انه يوصل لينا الرساله ديالته شوف الاساليب اش كاين اسلوب خبري الشاعر يخبرنا الشاعر وحتى الخيس بسيط من تاخذو مناش كيخبرنا بالتجربه اش بالتجربه ديالته واش تجربة ذاتيه ولا تجربه كيعبر من خلالها عن الوطن ديالو وكذا كذا الى اخره هذا هو الخبر كيحاول انه يخبرنا بشي حاجه هذا هو الاسلوب الخباري جمله تعبيريه كديرها عندها علاقه مع اش فهم النص الاساليب كاين اسلوب اش انشائي الاسلوب انشائي سهل بحال اش بحال الامر فهمتي امر بحال مثلا الامر بحال اش الامر بحال مثلا عد هذا راه هو امر هات شوف عد كيقول كي قطار القطار كيقول يرجع عد بنا هذا هو امر هذا امر مثلا هذا اسلوب انشائي مثلا اش نداء يا مثلا نداء بحال إيش بحال يا فهمتيني يا ولا ايا نداء آه النهي مثلا النهي مثلا ملي آه كتلقى لا حاجه بحال هكا كتلقى لا لا تفعل لا تقم النفي راه هو ملي كتلقى ليس لن لم الى اخره مزيان كاينين بزاف كاين تمني ، يا ليت فهمتيني ارجو الرجاء شي حاجه بحال هكا المهم هادو هما الاساليب اللي غالبا غالبا كيكونوا في الاسلوب الانشائي وغالبا كيكونوا في في البعث احياء الرومانسيه تكسيل البنيه ما كيكونوش بزاف كيكونوا قلال صافي هادشي تقريب اللي تقريبا اللي كاين هادشي اللي كيخص مثلا الشعر والخلاصه كيف ما قلنا ها هي خلاصه كديرها عامه هادي ستوندار كتجاوب عليها هادشي اللي كاين خاتمه راه عاديه وبالنسبه للتنقيط ها انت شوف معايا التنقيط راه بالنسبه للمقدمه حيت ما الفراضي عليها جوج ملي كتكون الفرضيه راه كتكون جوج ونص ما درتيش الف... درتي الفراضي راه يقدر يضرب لك على المقدمه هنا جنوقات هنا فهم النص عليه جنوقات هنا بالنسبه للحقول الدلاليه والعلاقه الى اخره هذاك الشيء كامل عليه ثلاثه النقاط ديما ثلاثه النقاط بالنسبه لاش الخصائص الفنيه راه فيها الصور الشعريه والايقاع والاساليب هما ما عطاوناش الاساليب المهم هي ثلاثه النقاط وبالنسبه لاش أه. الخلاصه ها هذه هي الخلاصه ما نسيتش ما وريتهاش لكم هذه هي الخلاصه اللي تدير الخلاصه هو خاتمه الخاتمه اش اسمحوا لي باش نوريكم مزيان هنا خاتمة كتقول اش تمثل القصيدة نموذج لتكسيل البنية ويتمظهر ذلك فيما ياتي خرق نظام الشطرين واعتماد نظام الأسطر الشعرية هيمنة الصور الشعرية المركبة ياك توظيف بنية إيقاعية متنوعة قائمة على نظام الأسطر والمقاطع ووحدة التفعيلة ياك الانفتاح على عوامل تنصهر فيها التجربة الذاتية بالتجارب الإنسانية إلى قدرتي الى قدرتي هنا الى قدرتي هنا الى قدرتي هنا بالنسبه عفوا ل... <applause> <applause> هنا مثلا تاخذ غير هذا، الشهاده وتكتبوا مثلا وحفظوا ودير غير بحال هذا الشيء اللي قايلين وعبر به عن طريق اش ما نديرش العوارض انك تعبر به يعني طريقه سمحوا لي راه اللايف اللايف تقطع سمحوا لي لا كونيكسيون مره أه... مره كتمشي المهم كيف ما قلت لكم راه شرحت لكم كل شيء غادي نجاوب على واحد السؤال قال لي يا... قالت لي المهم أه... فوزيه عافاك أه البحور ضروري مهم نقولهم أه البحور ضروري تقولهم الا عرفتي الطريقه كيفاش تقولهم قولهم بالنسبه للبحور بالنسبه للبحور راه في البعث وفي الرومانسيه بالنسبه لتكسيل البنيه التفعيله ياك او التفعيلات غتقول شوف إذا عرفتي عرفتي الطريقة كما قلنا عرفتي تخرجهم خرجهم ما عرفتيش تخرجهم ما ديرهمش البحور بحر الطويل بحر الوافر إلى آخره أشنو غادي دير؟ غتقول مثلا قد اعتمد صاحب النص على مثلا آش؟ نظام الشطرين كذا وبحر من البحور الشعرية لأحمد الفراهيدي، هذه الجملة هذه تخرجك من باب واسع لا ما عطاكش نقطة غايعطيك نص نقطة، بعد المهم ما خليتيهاش خاوية، صافي؟ هذا الشيء اللي كاين كنظن على الشيء اللي كاين بالنسبه لاش عطيتك البعث والاحياء والرومانسيه والفرق بيناتهم كاملين صافي مزيان دابا اش نشوفوا دابا باختصار انا غنتعطلش بزاف لان راه ضيق الوقت صراحه شن. المهم بعد انا شرحت لكم بالنسبه لهذا عطيتكم الشعر دابا نمشيو نشوفوا الناس ديال باش كل واحد نوفي في حقه نشوفوا الناس ديال هذا وفي الاخر نقول لك واش نقول لك واش ظاهره الشعر الحديث ولا الله الكلاب الى اخره هنايا أه وي وي مريم نعم <applause> شنو المطلوب نكمل هنايا حيت ما بقاش الوقت نشوفو هنايا بالنسبه لاش عندي هنايا هذه قصه قصه سميتها الكومه هذا نص نثري النص النثري كيكون عباره عن قص... عن قصه فهمتيني مزيان هنايا شوف شنو المطلوب مني انا ملي من كتكون عندي انا القصه ملي كيعطوني مثلا شي قصه قصه راه بحال لا كيعاود لك شي حاجه بحال كي... شي يقول لك انا عاود ليا ولا شي حاجه بحال هكا فهمتي يعني كيعاود لك هو شي حاجه بحال شي فيلم وانت كتعبر به هذاك الفيلم هذا كيتكون من مجموعه من المراحل شنو هي المراحل دائما اي مرحله راه كيكون فيها اش كيكون فيها التاطير والتاطير وش هو هو المقدمه يعني ما نبقاش نعاود دائما وهنا راه ما عاطيكش راه قلنا اش عطاوني شي حاجه نديرها ما ليا راه ما غنديرهاش ملي كندير المقدمه كندير واحد التعريف على إيش على القصه القصيره خصائص ديالها الى اخره مزيان ملي كندير المقدمه كان من بعد منها كندوز فهم النص فهم النص اش كيكون كي فيه تلخيص احداث القصه ورز تطورها وفق وضعيات الخطط السرديه <applause> كندير اش فهم النص ومن بعد منها كندير من وراها الخطط السرديه ملي كندير اشنو فهمت من النص كنلخص الاحداث ها آيه هي لخصت الاحداث يعني هاد القصه كامله كنلخص نق... عفوا كنقسم اش الطريقه ديال التلخيص كنقسم لخ... كن نقسم النص الى فقرات مثلا هاد النص فيه اربعه او ثلاثه الفقرات الفقره الاولى من هنا لهنا الفقره الثانيه من هنا لهنا والفقره الثالثه من هنا لهنا اذا انا كل فقره اش غنعطيها غنعطيها فكره مزيان غنعطيها افكار نقدر ناخد هنا جوج افكار من هنا جوج من هنا جوج من هنا الافكار وندير مثلا واحد فهم النص مزيان عن طريق دوك العوارض نجمعهم في فقره طريقه ديال الربط ما بين الافكار وهذا وتوسيع مثلا الفكره لو تلخيص احداث القصه رص رصد تطورها وفق وضعيه الخطط السرديه وضعيه اش الانطلاق هي البدايه وضعيه الوسط ووضعيه النهايه واخا نشوفوا هذه شنو هي وضعيه الوسط ووضعيه كذا دا بقى انا مثلا وضعيه الوسط ياك بلاش باش نشوفو نشوفو داكشي باش نبقاو غادي غادي مع داكشي اللي كيعطيونا همايا واخا هنا شوف هنا شنو عاطيني كانت قالك تلخيص تلخيص اش احداث القصه كذا الى اخره الى اخره كنا عندي وضعيه البدايه وضعيه اش وضعيه البدايه اوكي عندي انا وضعيه البدايه شنو هي ديما كتكون في المقدمه هنا كتكون وضعيه البدايه هي شنو هي أه صاحب النص من اللي بغا مثلا يوضح لك واحد من اللي بغا يبدا القصه ديالته تما بدا بواحد الوضعيه البدايه شنو الفكره الرئيسيه اللي كاينه في وضعيه البدايه شوف اليوم الاول اليوم الاول يعني التاريخ خروج البطل لممارسه رياضه العدو في الحديقه العامه كعادته كل صباح غتشوف الفكره اللي هنا رئيسيه واللي داير عليها هنا الفيلم اللي كتكون هنايا هنا في التقديم يعني هنا في الفقره الاولى راه ملي غادي تجي تشوف راه اش الفكره شنو كتعني الفكره اللي كتدل على وضعيه البدايه يعني في البدايه شنو كان راه اليوم الاول راه البطل خروج البطل لممارسه رياضه العدو في الحديقه العامه الاتيه أه أه كعادته كل صباح سالينا الوضع وضعيه البدايه من بعد شنو كاين دابا عندي وضعيه الوسط او التحول ها آه. نشوفوا شنو هي وضعيه دابا هنايا باختصار القصه القصه علاش كدوي كدوي على الكومه الكومه هي شنو هي بالدارجة كنقولوا كومه كومه تقش الكومه كومه بحال كنقولوا مثلا شي شي مثلا شي كيس كيس مثلا ديال 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 مثلا حاشاكم الازبال ولا كيس مثلا فيه شي حويجات مثلا ومحطوط في شي مكان ما كيبان لك واحد الكومه القصه كامله دايره على هذيك الكومة وديال هذاك البطل اللي مالو بطل مثلا خرج باغي يمارس الرياضه وكتبان لي واحد الكومة وهذيك الكومة دار على الفيلم كامل يعني القصه كامله في البدايه السيد خرج خروج البطل ها لممارسه رياضه العدو العدو في الحديقه العموميه كعادة كل صباح وضعية الوسط ولا التحول يعني اش السيد هنا ما كان واقع ليه هنا في الوسط اشنو غيوقع اول حاجه في وضعيه الوسط او التحول يعني تحول الاحداث وكان الاحداث الاحداث كيفاش كانت غاده الاحداث كانت غاده بحال هكا شويه اش غيولي غيولي تذبذب حنا وتقدر ترجع الى ما هو عليه نشوفوا هنايا علاش قالوا الوسط او التحول الاولى شنو غتبدي الافكار كاملين اللي كيدويو على اش الوسط والتحول اللي كيكون اش كتكون في العرض انت في العرض هنا غتشوف ليا هاد هنايا في الاول هنا الاخير ها في الاخر غتشوف هنا غتشوف ليا هنا العرض في الوسط اشنو وقع في الوسط اشنو وقع البطل ملي كان كي يجري الرياضه ديال العدو رؤيه البطل كومة اشنو شاف رؤيه البطل كومة قاتمة ما بيناش لم يراها من قبل وعدم اهتمامه بها لضيق وقته واعتقاده انها مجرد كومة احجار شاف واحد الكومة ما تسوقش ليها أه وبال لي انه هو واحد الكومة ديال الاحجار وقيل شي كيس مليء بالاحجار هذا في اليوم الثاني اشنو غيطرى وقعت هنا غنشوفوا صدور حركة مريبة عن الكومة ها هو عنصر التحول او وضعية الوسط او التحول هنا الاحداث بدات كتحول السيد مشى يمارس رياضة من بعد كانت واحد الرؤيه ديالو لهذيك الكومه من بعد في اليوم الثاني يعني اليوم الثاني من بعد عاوتاني مشى يجري او شنو بان لي صدور وحركه مريبه منين من هذيك الكومه مزيان حركه مريبه عن الكومه وافتراض البطل انها صادره عن واحد من الك... من الكلاب او القطط الضاله شنو قال قال ديك الحركه ما يمكنش تكون من الكومه راه واقيلا شي افترض قال واقيلا لا راه غيكون شي يا يعني يكونوا الكلاب او القطط هما اللي ضاله هما اللي مثلا صدروا داك الصوت هذه الفكره الثانيه اللي كانت في اليوم الثاني اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث عاود عاود ثاني مشى يمارس هذيك الرياضه ديالته اشنو كيلاحظ ملاحظه البطل شبه يد ممتده من الكومه بانت ليه واحد اليد خارجه من ديك الكومه مما اثار فضوله صافي هنا ضروا راسو هنا التحول هنا البطل تبرزت يعني وقع تحول في الاحداث كيف ما قلت لكم هنايا في البداية البداية ما كان واقع والو هنا ولا تحول في الأحداث يعني فين في الوسط الوضعية ديال الوسط ياك ولا تحول مزيان واش الأحداث غتبقى بحالكم غتحول غتبقى بحال هكا ولا غترجع إلى ما هو عليه حنا غنكملو خاصني نزيد فكرة أخرى عفوا <applause> 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 اليوم الثالث ملاحظة البطل شبه يد ممتدة من الكون مما أثار له اكتشاف ان يد امراه عجوز من بعد عرف راه اليد عجوز دي اليد عجوز وضعه نقودا في اليد الممدوده وسقوطها منها ملي من اج قال وقيل راه شي امراه مثلا مادة يديها مثلا كطلب غادي نعطيها النقود في يديها تحريكه يد العجوز بلطفها لتنبيهها شويه يدك الفلوس اللي حطهم في يديها درا قصه يعني الفلوس او المال مثلا هذيك الاموال او الفلوس اللي حطهم نقود سقطوا من يد العجوز وبقى كيحرك في هذيك اليد العجوز بلطف اللي تنبيها يقول لها راه الفلوس كذا اللي طاحوا لك شي حاجه بحال من بعد سقوط العجوز على الارض شويه العجوز وهي لاحظ معايا هنا يعني هنا وقع تحول في الاحداث كان السيد خرج غير يمارس رياضه من بعد شنو وقع هاد الوسط هاد داك الشيء اللي كيكون وقع داك التحول كنسميوه بوضعيه الوسط او التحول واللي خرجنا هي هي وضعيه أنها النهايه وضعيه النهايه هي اش هي اكتشاف البطل ان العجوز فارقت الحياه دابا في الاول هنا في الوسط كان كيقول واقيلا لك ملي من, من بعد عاوتاني مره اخرى عاوتاني مشى يتاكد القاها اش القاها امراه عجوز من بعد قالوا راه امراه عجوز واقيلا كتسعى يعني كطلب ملي مشى يشوف من بعد اش لقى القا... السيده انها انها ما كتحركش من بعد النقود من سقطات من يديها يعني الخاتمه شناهي خاتمه هو اكتشف البطل اش ان العجوز فارقت الحياة يعني دائما انا مني كنشوف الخطاط السردية كتكون في البداية وكيكون فيها الوسط وكيكون فيها النهاية هنا ما جوج ديال الحويجات عنصر المخل عنصر الانفراج عنصر المخل كيكون مع الوسط وعنصر الانفراج كيكون قبل من النهايه ياك مزيان عنصر المخل هو السبب في تحول الاحداث هنا ما كاينش نقدر انا بلا ما عنصر الانفراج مهم تا غير على البدايه والوسط والنهايه راه بارك عليك صافي مزيان دابا من بعد اش شنو كيكون عاوتاني مطلوب مني انا شرحت لك دابا الخطاطه السرديه هنا يقول لك اعطيني تحديد شخصيات القصه وابراز سماتها اعطيني شخصيه القصه شنو هما الشخصيات القصه كنا شخصيات او اللي هي كتكون رئيسيه وشخصيات ثانويه الشخصيات يقدروا يكونوا اش بالنسبه للشخصيات الله يرضى عليكم يقدروا يكونوا شخصيات يعني شخصيات مثلا لحيوان ولا انسان يعني سواء بالنسبه للادميه او الغير الادميه يعني كيكونوا جوج شخصيات ادميه انسان وغير ادميه كاينين رئيسيه وكاينه ثانويه الرئيسيه هي اللي كتبقى تعاود بزاف اما الثانويه اللي كتبان غير مره واحده <applause> عفوا بحال شي فيلم كتفرج فيه يكون مثلا ضيف الشرف هذاك راه شخصيه ثانويه اما الشخصيه الرئيسيه هي شخصيه البطل اللي كيبقى يتعاود صافي مزيان انا شنو تندير كنحددوهم وكنشرحوهم ابراز سماتها كنحاول انني نوصفهم كنوصف مثلا دوك الشخصيات انطلاقا من النص يعني كنوصفهم من الخارج ومن الداخل فهمتي كيفاش الى اخره <applause> هنا ساليت الشخصيات شرحتهم ابراز سماتها شرحت السمات ديالها دابا ندوز لاش غنمشي نشوف الزمان والمكان ودورهما في تطور احداث اش ال 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 احداث اش القصه <applause> هنا ملي كتكون عندي قلنا اش والمكان. مشوفوا مشوفوا احنا يا احنا الزمان والمكان نمشيو نشوفو حنايا نبقاو حنا غاديين غير مع داكشي اللي مطلوب منا الزمان والمكان واخا بالنسبه الان شوف معايا هنا قبل ما نمشيو هنا نبين لكم غير كيفاش تيديروا يا مثلا هنا هنا في تحديد الشخصيات والسمات ديالها ها هي سماتها وملامحها أن بحال دابا مثلا بطل القصة الشخصية المحورية الرئيسية كيفاش داير هو؟ الوصف ديالو رجل يسكن جوار الحديقة العامة هنا سماته وملامحه الوصف دياله يمارس رياضة العدو كل صباح قوي البنية يعمل في مصنع ينتمي إلى فئة آه إلى فئة اجتماعية ميسورة آه المرأة العجوز عجوزة عجوز فقيرة مشردة أو ياك بدون مأوى نحيلة عاجزة عن الحركة تبدو مجرد تبدو مجرد كومة يعني كتعطي الوصف ديال الشخصيات المكونات الزمان والمكان وإبراز دورها في تطور الأحداث الزمان نبداو بالزمان الزمان يعني شنو هو الزمان اللي وقع فيه القصة هنا عطاوك مثلا الفجر غدير الفجر عطاوك الصباح غدير الصباح ياك عطاوك المساء غدير المساء يعني الزمن اللي وقعت فيه القصه اي قصه كتمثل واي قصه كيكون عندها واحد زمن معين بحال دابا هنايا الزمن مختصر هنا فاش اليوم الاول والثاني والثالث راه هو ديجا لينا في اليوم الاول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ها هي باش ما تقولش ادم ملي كيجيب ها آه انت اليوم الثالث واليوم الثاني واليوم الاول هذا راه زمن الزمن اللي وقعت فيه احداث القصه هنا اش مكونات عندنا الزمن ثلاثة أيام من فصل الشتاء غنوصف هذا غنقول أمطار الليلة الماضية غنجبد أي حاجة كدل على الزمان كاينة عندنا في القصة عدي العتامة هي العتامة هي من اللي كيكون ظلام فجر اليوم ها هي الثاني الغلس تا هو يعني زمن قبل الساعة السابعة صباحا فجر اليوم الثالث يعني أي حاجة كدل على الزمان غنجبدها من النص مزيان أوكي دوروها شنو هو الدور ديالها أسهمت أسهمت أش خطية الزمن في انتظام أحداث القصة وفق إيقاع تتابعي كتقول شنو هو أش الدور ديالها راه الزمان هو اللي كيعطيك واحد النظام ديال الأحداث زعما الحدث الأول وقع في هذا الزمان في هذا اليوم ولا في هذا الساعة ولا هذا الثاني وقع في هذه اللحظة والزمن الثالث في هذه اللحظة كنظن أنكم فهمتوني يا الإخوة والأخوات آه دابا نشوفوا المكان القصة ضروري غيكون تمثلات في واحد المكان بحال شي فيلم ما كان هو شنو هو ذكروا لينا الحديقه العامه الحديقه العامه فيها مجموعه من الكلمات كدل عليها جانب الممر المنزل المجاور للحديقه الامكنه اللي كاينين عندك فاش القصه الشجره الكبيره شنو الدور ديالها لاحظ معايا درنا الدور ديال الزمان والدور ديال المكان علاش لانهم هما اللي طلبوا مني راه من عندي طلبوا منك الدور ديالو ما طلبوش منك ما الديروش. الله يرضى عليكم دورها أسهم المكان الضيق المعتم في إطفاء مزيد من الغموض والالتباس دابا المكان ملي كان مظلم عطا واحد ال... واحد ال... الجمالية وعطا واحد إضفاء ومزيد من الغموض خلى القصة أن تولي غامضة والالتباس في التمييز والرؤية لدرجة أن البطل ما كانش كيسحب أن ديك الكومة راه هي واحد العجوز ميتة مثلا إلى آخره هادشي اللي كاين في الزمان والمكان الشخصيات هادشي اللي كاين كنظن هادشي اللي كاين صافي وكاين الرؤيه السرديه اللي هي كتكون رؤيه من الخلف هذيك لا طلبها منك الرؤيه من الخلف والرؤيه مع انا ما نتعمقش معاك ياك أه بالنسبه ل... بالنسبه لاش بالنسبه كاين الحوار الحوار انا ما مطلوبش منك الحوار من اللي كيقول كي اش كاين حوار داخلي كيكون كي ما بين الشخصيه ونفسها وحوار خارجي كيكون كي ما بين الشخصيات صافي والعلاقة مني كتكون بيناتهم لا قال لك العلاقة كتقول العلاقة ما بين الشخصية إما كيكون تواصل ولا كيكون صراع مزيان إلى آخره واخا هنا آخر حاجة شناهي هي التركيب نتائج تحليل إبراز البعد الاجتماعي في النص وإبداء الرأي الشخصي في مدى قدرة الفن القصة عن التعبير عن بعض الدوائر الاجتماعية نذكرك واحد مسألة راه بالنسبة للمسرح الناس اللي كيسولوا راه المسرح والقصة راه بجوجهم بحال بحال الاختلاف بيناتهم واشنا هو ان مثلا الحوار أه كيكون مثلا داخلي كيكون غير في القصه القصيره خارجي كيكون بالنسبه لاش الحوار ما بين الشخصيات وما كيكونش اش هذيك الرؤيه السرديه لان شكون كي, كي, كي يعني مثلا كي, لي كي اللي كيعاود لنا هذا الشيء كيوقع في المسرح فهمتيني راه يعني ما كتكونش الرؤيه السرديه تقريبا هذا هو الاختلاف كاينه حاجه اخرى شي حاجه سميتها الصراع الدرامي هي اللي زايده كتكون زايده عندك مثلا في زايده عندك مثلا في هذا آه عفوان عفوا في آه كتكون زايده في المسرح واخا انا ما عنديش دابا هنا المسرح الى اخره هنا هاد آه الخاتمه كتكون دائما كتحط بزاف تركيب نتائج تحليل إبراز البعد الاجتماعي في النص وابداء الراي الشخصي في مدى قدره فن القصه على التعبير عن آه عن بعض الظواهر الاجتماعيه عن بعض اش الظواهر اش الاجتماع اجتماعيه واخ مزيان هنايا آه ينتظر ان تركيب نتائج تحويل الاستثمار معطى الابراز بعد إجتماعي في النص بالاشاره الى الوضعيه آه هنا هنا باش غادي تعرف شنو هو البعد الاجتماعي يعني النص او القصه عندها واحد البعد الاجتماعي شنو هو البعد الاجتماعي او هدف الاجتماعي هي شنو الاشاره الى الوضعيه الاجتماعيه لبعض الفئات المشرده التي تعاني دابا النص صاحب النص بغى يوصلنا واحد الرساله ان مثلا النص ده يعني عنده بعد اجتماعي كيحاول من خلاله انه يعالج لنا واحد البعد الاجتماعي او ظاهره اجتماعيه اللي هي ظاهره ديال التسول وباغي يقول لنا اج بالاشاره الى الوضعيه الاجتماعيه لبعض الفئات المشرده لان النص كيدوي على الفئات المشرده التي تعاني التهميش والاقصاء والاهمال وعدم الاهتمام بها من قبل فئات اجتماعيه اخرى زعما بغا يوصل لك كيكونوا الناس مثلا اللي كيسعاو او الناس مثلا هذوك الفئه المهمشه وتوحد ما كيتسوق لهم ولا كيرا عليهم صافي مزيان اوكي المهم انا شرحت لك كل شيء هنايا من بعد اش استثمار الرصيد المعرفي لابداء الراي الشخصي في قدره فن القصه على التعبير عن بعض الظواهر الاجتماعيه كذا غتقول ان اش الفن القصه القصيره شنو من الراي ديالك الشخصي راي الشخصي انها مثلا ان بعض القصص انهم تقدر مثلا القصه يعني القصه القصيره انها تعالج لنا ظاهره من الظواهر فهمتي كيفاش وتعطي شي مثال بغيت تعطي مثال من الواقع عطيه تقول ان مثلا القصه بعض المرات من اللي مثلا كنقراوها ولا كنتفرجوا شي فيلم ولا هذا راه كيعالج لينا واحد الظاهره ولا كيوصل لينا واحد الميساج ولا واحد الرساله الى اخره هو اننا نتوقفوا اننا نمارسوا تلك الظاهره ونحاولوا اننا نصلحوا من الامور اذا انا هنا راه شرحت لك الاخ والاخت او الاخوه والاخوات راه شرحت لكم تقريبا كل شيء شرحت لكم القصه القصيره شرحت لكم يعني النص ديال القصه القصيره وشرحت لكم البعث والاحياء والرومانسيه وتكسير البنيه كل الفرق بيناتهم كاملين يعني بداكشي كامل اللي فيه بقات لي حاجه وحده نقدر انا نشوفها لكم نقدر نشوف لكم حاجه وحده هي هي شناهيا تعطوني واحد شويه الوقت بالنسبه للاسئله لكانوا شي اسئله سولوني عطوني دقيقه وانا معاكم بالنسبه للاسئله عطوني شي اسئله كانت عندكم شي كان عندكم شي سؤال ولا هذا مرحبا قبل ما نختمها Mm-hmm. <clears throat> اللي عنده شي سؤال اا أه... ولالا صافي كلشي مفهوم بقيتينا اخر حاجه بالنسبه للنصوص قبل ما ندوزو قبل ما ندوزو للروايات بالنسبه للروايات اللي ممكن انها انها تقدر تحط أه... بالنسبه ال... كنقول الادبيين يعني الادب عصريه أه... تحط لهم تقدر تحط لهم اللص أه... والكلاب اللص والكلاب الفصل الثاني مثلا الفصل الثاني ولا هذا والمقطع الثاني شي حاجه بحال وبالنسبه <applause> وبالنسبه للعلوم الانسانيه تحط لهم مثلا ظاهره الشعر الحديث ظاهره الشعر الحديث وتحط لهم مثلا في خصائص التيار مثلا الإحيائي، تقدر تحط لهم خصائص التيار الإحيائي يعني الفصل الاول واخر نختم معاك هاد ال... نختم معاك هاد ل... سميتو غنوريك انايا شنو كيكون في النص النظري الناس اللي باقي ما فاهميش النص النظري النص النظري هو شنو هو النص النظري بحال هذا فهمت بحال دابا مثلا هذا ما فيه لا شعر هذا ماشي شعر هذا نص نظري نص نظري وش هو يعني نص كيعالج لك اش واحد نص تطبيقي يعني النظري ديال التطبيقي بحال دابا مثلا هنا لقد احس الشاعر المعاصر بوطاه الموسيقى الشعريه التقليديه ذات كذا كذا هذا غيكون نص نظري كيعالج لينا اش كيعالج لينا مثلا تكسير البنيه دابا هذاك النص ديال تكسير البنيه اللي عطيتكم قبيله هذاك هو التطبيق ياك وهذا هو النظري مثلا ديالو باش عرفتو انا نظري كنعرف دائما اش بالسؤال شوف راه السؤال ها انت شوف السؤال ملي كيقول لك اش كيقول لك شوف موضوع الانشاء امتى كاين في هذا النص النظري وفق تصميم منهجي كذا يعني هذا راه نص نظري اش كيكون كي في نص نظري حتى هو كيكون فيه التقديم ها هو يعني التقديم هنا التقديم هنايا كتهضر كتعطي واحد التعريف بسيط على اش المدرسه كتعطي تعريف بسيط على المدرسه او مثلا النص النظري والمدرسه اللي كيعالجها مثلا النص النظري مثلا غدير لي التعريف ديالو وغتقول اش كيعالج لك واحد المدرسه وهذيك المدرسه اللي كيعالجها راه هما الخصائص ديالها خصائص مثلا ديال الى اخره <applause> بالنسبه للتقديم هذاك راه ديالك هنا ديما كيعطيوك هاد الاسئله كيبقاو يتعاودوا قال لك تحديد القضيه الادبيه الوارده فاش الوارده في النص وابراز العناصر المكونه لها قال لك اعطيني القضيه الادبيه كيفاش القضيه الادبيه دائما القضيه الادبيه كتكون من النص يعني القضيه اللي كيعالجها انا نعطيك انا مثال شوف بحال مثلا هنا قال لك تحديد القضيه التي يطرحها النص وجرد العناصر المكونه شوف معايا شوف معايا مزيان انت القضيه التي يعالجها او يطرحها النص هي هذه هي يعني اش واين مدرسه كيعالج لي النص مثلا النص كيعالج لي رومانسيه غندير الرومانسيه في الادب العربي عوامل ظهورها وسماتها ورواد كيدوي على واحد المدرسه والخصائص ديالها يعني واحد يعني شنو هما الحويجات اللي كيتعلقوا بها مزيان لاحظ معايا راه كاين فرق ما بين القضيه وما بين العناصر قال لك اعطيني كيقول اعطيني القضيه التي يطرحها النص والعناصر المكونه لها يعني القضيه اللي كيطرحها لنا النص و العناصر اللي كتكون لنا هذه القضيه القضيه هي المدرسه اللي كيعالج لنا النص والمسائل اللي كتوصف لنا ديك المدرسه اما العناصر شوف العناصر العناصر اللي كتكون ليا الرومانسيه واش فهمتيني العناصر اللي كتكون ليا الرومانسيه بحال دور المعارك النقديه في التي شنها النقاد ياك أه عرضوا بعض السمات كذا كذا أه التمثيل لرواد رومانسيه كتلقاها في النص هادشي كامل كتجبدو من النص بحال هاد النص هذا بحال هاد النص هذا كتبقى تجبد منه افكار يعني شنو العناصر اللي كتكون لك ديك القضيه يعني رومانسيه العناصر ديالها اللي كتكونها فهمتي ياك بحال الخصائص آه بالنسبه مثلا السؤال الذات بالنسبه للبعث والاحياء بالنسبه لتكسير البنيه بالنسبه للقصه اي نص في النصوص كامل اللي عندنا كلهم عندهم نصوص نظريه ديالهم كنظن انها مفهومه هنا ملي كيجي هنا في السؤال كيقول كي لك رصد الخصائص المميزه للشعر الرومانسي دابا هنا قال لك حدد لك قال لك, قال لك. اعطيني الخصائص شنو هي الخصائص اللي كتميز الرومانسيه وحدة الشكل والمضمون غتلقاها في النص غتاخدها غير هو فرق لي ما بين العناصر وما بين الخصائص الخصائص راه هما اللي كتكون عندها علاقة مع الشكل والمضمون اللي كنشفنا القافية والراوي وفهمتي الحقول الدلالية وهذا يعني الشكل اللي عندها علاقة مع الشكل المضمون راه هو المضمون هو بحالاش الإحساس بالغربة وما الحقول الدلالية والصور الشعرية وبالنسبة للشكل هو الإيقاع الخارجي صافي كتلقاهم في النص فرق لي ما بين العناصر وما بين الخصائص خصائص هي المميزة ديال المدرسة كتلقاهم في النص والعناصر المكونة راه ماشي هما الخصائص شنو هو اللي كون لي الرومانسية الرومانسية كيفاش تتكونات شنو العناصر اللي كوناتها أما الخصائص يعني باش كتميز ديك المدرسة كنظن أنها مفهومة ماشي مشكل بقات لينا حاجه اخرى في الاسئله عاوتاني اللي كتكون من اللي كيقول كي لك الطريقه المعتمده في بناء النص الطريقه المعتمده في بناء النص ورصد بعض الاساليب الموظفه في عرض القضيه التي يطرحها هنا شوف الطريقه المعتمده هي هذه اعتمد الكاتب في بناء النص بنية حجاجيه تقوم على التدرج بدا بواحد المقدمه وحدد فيها اش السبب المباشر بحال كتلخص ليا التلخيص ديال التلخيص، انت ديجا عطيتيه مثلا في النص، يعني النص ديجا دويتي على دوك الاسئلة، وجيتي من بعد اش وقلتي اش، اه قلتي هنا بلاتي، قلتي اعتمد الكاتب في بناء النص بنية حجاجية تقوم على التدرج عبر مقدمة، مقدمة اش كيحدد فيها؟ بحالا كدير التلخيص ديال التلخيص، كتشوف في المقدمة في الفقرة الأولى علاش كتكلم، وكتجي الفقرة اللي من بعد، ياك وكتقول مثلا علاش كتكلم مزيان والعرض شوف العرض هنا في الـ 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 الادب العربي ثم عرض ابرز يعني في العرض شنو بين لينا ابرز سمات يعني الخصائص كيف ما هنايا كيف مش شفنا هنا انت لاحظ معايا كيف مش شفنا هنا الخصائص ياك دابا في المقدمه راه كي كيكون كيعالج لي وكيتكلم لي على العناصر اللي كتكون لي القضيه كيدوي غير على القضيه ياك وفي وفي العرض في العرض هي فين كيكونوا اش كيكونوا الخصائص ديال المدرسه دي يعني كل مدرسه وعندها خصائص ديالها هنا في العرض ابرز في سمات الرومانسيه والاشاره الى روادها وتاثير اش المهجرين في الشعراء الرومانسيه العرب كذا 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 وخاتمه اكد فيها على اسهام شعراء المهجر عفوا في ارساء مفهوم جديد للشعر العربي اتلقاها مثلا في الاخر اتلقاها مثلا في النص هنا في الاخير هنا مثلا في النص في الاخر ديالو غتلقاه مثلا في الخاتمه تكلم لي مثلا على الدور ديال شعراء المهجر كذا كذا يعني اش بحال كنمشي للفقره الاولى في المقدمه وكناخذ فكره مثلا علاش كيتكلم وفكره والعرض مثلا كتقول العرض مثلا كيكونوا مثلا خصائص انه تكلم لي مثلا على الخلا الخصائص, الخصائص عفوا وفي الخاتمه كذلك انك كتقول خلاصه ديال داكشي دابا الاساليب الموظفه قال لك عطيني الطريقه المعتمده وشنو هي الاساليب اللي توظفات في النص هاد النص هذا تا هو كيكونوا فيه مجموعه من الاساليب ياك واخا اساليب كيكونوا مثلا الاساليب لغويه وحجاجيه وظفها في عرض القضيه دائما غتجي غدير اللغه التقريريه غتكتب لي لغه تقريريه والشرح والتفسير والتقسيم والتوكيد الى اخره والتمثيل والمقارنه مثلا الشرح والتفسير من اللي كيقول كي مثلا اي هذه اللغه التقريريه ديما حط جمله فهمتيني آه قول لي مثلا اعتمد النص على لغه تقريريه حيت ديما كتكون لغه تقريريه صافي أه الشرح والتفسير ماشي بحال في في الشعر الشعر كيكونوا اساليب اخرين وهذا الى اخر الشرح والتفسير بحالاش ملي كتلقى جوج وكتلقى حيتو وكتلقى مثلا اي أه وبالتالي كذا هذا الشرح والتفسير تقسيم انه ملي كيقسم لك مثلا ما بين الفقرات كيقول لك مثلا الفقره الاولى فهمتيني اولا ثانيا ثالثا فهمتي التوكيد راه ملي كتلقى ان وان الى اخره التمثيل ملي كيعطيك مثال ك كذا وكذا والمقارنة من اللي كيقارن لك أو بين بينما آ... مقارنة ب إلى آخره مما أسهم في تقوية مظاهر اتساق النص راه هادو هما المظاهر ديال الاتساق اتساق النص هما هادو صافي هادشي اللي كاين وكاين الخاتمة هي هادي كتكون واحد خلاصة تركيبية لنتائج تحليل المناقشة مدى إسهام شعراء أو متى تجربة سؤال الذات قالك هضر لي على شنو هو الدور وشنو هو مثلا تحليل والمناقشه شنو هو دور اسهام شعراء تجربه السؤال الذات ولا تكسير البنيه ولا هذا مع ابداء الراي الشخصي يعني شوف شحال من حاجه كاينه في الخاتمة قال لك اعطيني الخلاصه ديال التحليل والمناقشه غادي ديرها من بعد منها اش هاي الشاسريتا غدير غد شنو هو الدور مثلا الدور غتقول مثلا لمناقشة مدى إسهام شعراء تجربة سؤال في توسيع أفق الشعر العربي وتحرير شكله العام وإبداء الرأي الشخصي مثلا غتقول الرأي ديالك الشخصي هادشي اللي كاين في أش في النصوص النظرية ياك المنهجية ديالتها راه هي بحال هكا راه فرق بيناتهم صافي هادشي اللي كاين وبالنسبة لأش بقات لينا أش بالنسبة ل سميتو أه وصلنا لأش كاين عندنا القصص او او مؤلفات بالنسبه للمؤلفات بالنسبه للمؤلفات كاين اج بالنسبه للمؤلفات شنو كاين كاين آه كاين المقاطع مؤلفات شنو كاين الاسئله و انسجام ما عاطينوش لك الاتساق والانسجام ما عاطينوش لك تمايا علاش غادي ديري واخا هنايا آه <applause> راه هذاك الشيء اللي شرحت لك اللي شرحت لك الاتساق النص راه هو هذاك اللي قلنا الاتساق والانسجام راه بحالو الاتساق والانسجام هو هذاك الشيء اللي كنا ديجا قلناه واخا شوف انا واش كاين عندي هنايا المهم نكملوا هذه بالنسبه للمؤلفات <applause> قلنا بالنسبه للمؤلفات دائما كنجاوب على الاسئله اللي عاطيني ملي كيقول لك تحديد موقع هنا بالنسبه لاش الروايه ديال اللص والكلاب ملي كيقول لك موقع اش موقع المقطع داخل مسار احداث الروايه صافي أ.. أ.. موقع المقطع داخل مسار احداث الروايه يعني الموقع ديالو فين أ.. يعني فين كي فين فين ل.. 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 سميتو المقطع بحال دابا هنايا مثلا ها مثلا المقطع مأخوذ من الفصل الرابع الرابع عشر من الرواية حيث توجد أو توجه سعيد مهران إلى كذا قالك حدد لي المقطع داخل مسار أحدث الرواية غد عليه ياك ورد المقطع في الفصل الرابع عشر من الرواية الفصول تديجة غتكون قريتيهم وعارف الترقيم ديالهم إلى آخره مزيان أه ومن بعد منا كتحاول تكلم يعني تكلم على ذاك الفصل الرابع عشر هنا عطاك السؤال قال لك اعطيني رصد الاسباب شنو الاسباب يعني شنو ما هي الاسباب الاسباب هي هذه تنكر علوان لمبادئه وافكاره الى اخره تحريض رؤوف علوان الى اخره هادشي ديجا غتكون تفاهمو قال لك هنا اعطيني جرد القوى الفاعله وابراز العلاقات جرد القوى الفاعله وابراز العلاقات شنيه القوى الفاعله هي الشخصيات والعلاقات اللي بيناتهم القوى الفاعله الوارده في المقطع يعني المقطع اللي ديجا عاطينه لك أه. وغدير اش غدير غت غتستخرج الشخصيات سعيد مهران وتعطي الوصف ديالها الشخصيه الرئيسيه في الروايه رؤوف في علوان الشخصيه كذا الى اخره والعلاقات كاين علاقه وئام وتوافق وعلاقه صراع وعداء علاقه وئام وي... وتوافق قبل دخول سعيد مهران الى السجن وعلاقه صراع وعداء بعد خروج سعيد مهران من السجن وهذا التحول في العلاقة مرده أو مرده إلى تنكر أو فعلوان المبادئ التي كان يدافع عنها واعتبار آش سعيد مهران خطر خطرا يتهدد أو يهدد مستقبله ومصالحه ويجب التخلص منه هذا اللي كان بالنسبة لآش الرواية ديال اللص والكلاب بالنسبة ل... بالنسبة لآش ظاهرة الشعر الحديث نشوفوا إحنا ظاهرة الشعر الحديث بالنسبة لظاهرة الشعر الحديث هنا ما كايناش عندي هنايا شي ضاير ديال الحديد نشوف هنا واش كاين عندي بحال هنا هنا دايره الشعل الحديد هنا احمد معداوي دايره الشعل الحديد الصفحه 148 الى اخره هذه من هنا غتبان لك تجربه الموت والحياه اللي غتكون في الفصل اش الثالث في الفصل الثالث هاي تجربه الموت والحياه الى اخره هنا كيقول لك اش قال لك اعطيني رابط القوله بسياقها العام غتقول فين اين فصل كتندرج ورصد مظاهر حضور تجربه الحياه والموت عند احد الشعراء الاربعه المذكورين في القوله والاشاره الى المنهج الذي اعتمده الكاتب في مقاربه هذه الظاهرة المظاهر راه كنجبدها من هنايا وكناخدها من درس داكشي اللي عندي هنا القوله رابط القوله بالسياق العام هي المقدمه وهنايا العرض هو هذا كنجاوب على المظاهر يعني ديجا غتكون عارف شنو هي مظاهر تجربه الموت والحياه كذا كذا والاشاره الى المنهج الذي اعتمده الكاتب في مقاربه هذه التجربه شنو هو المنهج يا اما كيكون منهج أه بالنسبه للمناهج يا اما كيكون تاريخي ولا كيكون وجداني تقريبا أه هادو هما اللي كيكونوا أه تاريخي وجداني ولا موضوعاتي أه يعني موضوعاتي مثلا كيعالج لنا شي موضوع الى اخره تاريخي كيتكلم لنا مثلا على التاريخ كتلقى مثلا انه كيهضر على شي حقب ديال التاريخ ووجداني مثلا بحال هموم الذات الجماعه الى اخره صافي هذا الشيء اللي تقريبا اللي كيكون ف انا شرحت لك كل شيء تقريبا هذا الشيء اللي كنظن انني شرحت لك جميع المسائل اللي كيكون ف بالنسبه لاش المنهجيه ديال البعث والاحياء الرومانسيه تكسيل البنيه كامل شرحت لك داك الشيء بالنسبه لاش المنهجيه اللي كتكون بالنسبه للنثر والنص النظري وحتى بالنسبه لاش للروايات آه الله الكلاب ومؤلفه ديال ديال ظاهره شال الحديث ما كاينش الوقت باش انني غادي نشرح لك انا ظاهره شال الحديث ما يمكنش يعني في لايف واحد غنشرح لك هادشي كامل الا بقى شويه الوقت ولا هذا والله اعلى واعلم قدرت انني في الصباح ندير مثلا شي لايف ولا شي فيديو راه نحطه لكم ما قدرتش المهم هادشي اللي قلت ليكم غير تبعوه وعاودوا راجعوه ونظم الورقه ديالك مسائل ديالك كامله راه ما تخاف من حتى شي حاجه وان شاء الله راه الله غيسر لكم الامور ديالكم أه ما انك تزرب قرا الاسئله مزيان نصيحه مني قرا الاسئله مزيان وامتحان عادي هذا راه امتحان ديال الدنيا راه ماشي شي حاجه غتمشي غدوز امتحان ديالك وغيسهل عليك الله ولا أه كان شي سؤال دابا ما حدي مثلا باق مازال هنايا الا كان عندك شي سؤال سولني شي سؤال هنا بالنسبه لل واش كاين شي سؤال كنظن انا ما كاين شي سؤال أه ما تنساش المقدمات المقدمات ما تنساهمش انك تكون حافظهم لانهم مهمين المهم انا عطيتك واحد التقريب عطيتك شي حاجه اللي هي تقريبيه كاين شي سؤال واش كاين شي سؤال كنتمنى لكم التوفيق السلام عليكم يا ربي تيسر لينا اي يا ربي تيسر لكم واش مازال كاين شي سؤال بالنسبه ان شاء الله الفلسفه ان شاء الله راه غادي يكون واحد اللايف غادي يكون ان شاء الله واحد اللايف ضروري ان شاء الله نركزو فيه على الشخص والغير ضروري ان شاء الله نركزو على الشخص والغير مهم مهم شوفوا الشخص الغير الوضع البشري لأن الوضع البشري كيتحط بزاف مازال ما خدمتش عليه ومازال ما خدمتش معاكم عليه نقدروا نخدموا سؤال ونص قوله المهم نقدروا نخدموا بحال هكا سؤال نص قوله و... على حسب ميرسي آه... العفو شكون 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 اللي مازال ما فهمش شي حاجه صافي بقى شي حاجه ما مفهوماش المهم انا غنخلي ان شاء الله اللايف اللي باغي يستافد مرحبا انا غادي نخليه ان شاء الله هنايا في لا في لا باج كانت شي حاجه ولا يهضر على الراس والعين ماشي مشكل خليو لي اسئله ديالكم ان شاء الله نجاوبكم السلام عليكم الله يوفقكم الله ييسر لكم امركم